بكم في أخبار في دقيقة. الزمالك يتفق مع بيراميدز على اللاعب الثاني بعد دونجا. شهدت الأيام الأخيرة دخول النادي في مفاوضات مكثفة مع نجم فريق بيراميدز الظهير الأيمن رجب بكار للتعاقد معه في الصيف، ويأتي هذا في إطار تدعيم صفوف فريق الزمالك وخصوصا مركز الظهير الأيمن والحصول على خدمات بكار نجم الفريق السماوي في الميركاتو الصيفي. وتوصل مسؤولو القلعة البيضاء إلى اتفاق نهائي مع اللاعب لضمه في الانتقالات الصيفية الجارية، ونجح اللاعب في خطف أنظار جهاز الزمالك، وأكد اللاعب عن رغبته في الانتقال للفارس الأبيض مطالبا إدارة الأبيض بالدخول في مفاوضات مع إدارة فريقه الحالي من أجل حسم الصفقة. مشاهدة ممتعة، لا تنسوا الاشتراك بالقناة.